طيب ازاي نعمل ريجستريشن للامتحان زي سي بي تي كيو؟ بندخل على موقع جو ام بي، والفرق هنا ان الموقع بتاع سي بي تي اس شارح الكلام دوت، شارحه بنوع من انواع التفصيل. بدخل على كانديديتس، شايفين كانديديتس دي، بتك عليها كده، باجي على كاتيجوري، بختار هيلث كير، دي شركه امتحانات امريكيه يعني. باجي انا بختار سيرتيفيكيشن بورد فور بروفيشنالز ان بيشنت سيفتي اللي دي، وبعد كده بيفتح لي هنا الامتحان اللي هو الوحيد اللي هو سيرتيفايد بروفيشنال ان بيشنت سيفتي اكزامينيشن اللي هو السي بي بي اس. هتسيب الشاشه لغايه ما تقلب، اهيت بدات تقلب اهيت، جالك هنا فيو كانديديت هاند بوك، ده موجود على الموقع اصلا بتاع السي بي بي اس، مش محتاج تشوفه هنا يعني. اوردر براكتس تيست، انت بتجيب اختبار تجريبي، ما تقلقوش عندنا كميه اسئله لا باس بها جدا في الموضوع ده. لوكيت تيستنج سنتر، لو انت عايز تعرف انت هتمتحن فين، بيديك خريطه العالم تختار منها المكان بتاعك وتبدا تشوف هتمتحن فين. مثلا في السعوديه تختار مثلا هنا، لو انت هتتكلم على اختار مثلا سعودي اوريبيا، سعودي اوريبيا اوكي، سعودي اوريبيا هيبدا يفتح لك كل السنترز المتاحه اللي موجوده اللي ممكن تمتحن فيها في المملكه. زي ما قلنا الامتحان ساعتين، في الغالب بيبدا الساعه 9 صباحا. هنا اشهر مكان اللي هو مستشفى الملك خالد الجامعي في جامعه الملك سعود، هتلاقوا في الخبر عندك في مكان في الظهران عند المنطقه الشرقيه، هتلاقي في جده. طبعا جده زمان كان مركز سباهي هو اللي بيعمل الامتحان قبل ما ننتقل للرياض، وبعد كده المدينه عندك مكانين. الرياض كان فيها 3 اماكن، وبعد كده بقى مكان واحد اللي هو مستشفى الملك خالد الجامعي. وحاب اديك شويه تفاصيل عن الناس اللي هتمتحن في الرياض لما تيجي تروح مستشفى الملك خالد الجامعي، علشان السكيورتي باس وبعض الحاجات كده، وعملت لهم فيدباك على الموضوع ده، حابب ان نعمل لكم فيدباك بعدين مع القصه دي. لكن هنا اهم حاجه يا جماعه اللي هو ريجستر فور ذيس اكزام، ان انت تعمل تدخل تعمل ريجستريشن للاكزام، وممكن تعمل بعد الريجستريشن ودفع التكاليف ان انت تعمل ريسكيدجول مره واحده قبل الامتحان 48 ساعه، من حقك تبعت لهم ايميل وتقول لهم لو سمحتي غيروا التاريخ مره واحده. تمام، ريجستر فور ذيس اكزام، بتدخل لو انت مشترك قديم بيبقى عندك اكونت زي حالاتي كده بتعمل لوج ان، لو انت مش مشترك بتعمل نيو يوزر وتبدا تملى فورم صغيره كده، وبعد كده بيبعت لك ايميل اللي هو اللي احنا كنا فيه من شويه. نرجع له نبص عليه، ادي الباوربوينت. تمام، بيجي لك ايميل زي دوت، بيطلب منك شويه تفاصيل كده، بيقول لك اديني الفول نيم بتاعك اللي انت عايز يظهر على الشهاده، بتسيب الحته ديت، بتعمل بتبعت ايميل الايميل المكتوب دوت الاي ام بي انتل اكزام سيرفيسز ات جو ام بي دوت كوم. لو انت في امريكا بيبقى الموضوع الكترونيك على طول، لكن لو انت انترناشونال بيبقى بالطريقه ديت، وبرده السي بي اتش مور اور ليس ذا سيم. بريفيرد ايميل ادرس، بريفيرد اسسمنت سنتر لوكيشن، بتبدا تحدد لهم انا عايز مثلا امتحن في الرياض، في الخبر، في المدينه المنوره، في القاهره، في وهكذا. تمام، في ابو ظبي، في دبي. بعد كده بتحدد 3 تواريخ برضه زي السي بي اتش كيو، 3 تواريخ مفضلين لدي. طبعا يفضل ان انت تخلي بالك ان انت عندك دلوقتي تختار 3 تواريخ في البيزنس دايز اللي هي من يفضل من الاحد للخميس. تمام، لان هي الشغل عندنا من الاحد للخميس. بيختاروا لك منهم واحد بعد كده في الكونفرميشن ايميل، وبتحط في السبجكت في العنوان بتاع الايميل تحط الخط ده، تحط الخط ده بالظبط زي ما هو كاتبين لك كده بالظبط. بعد الكوما دي بتبدا من اول سي بي 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 اس، بتاخد كل الخط ده وتحطه في عنوان الايميل بتاعك علشان يعرفوا ان انت اللي باعت. وبس خلاص كده الموضوع خلصان ان شاء الله، تستنى الكونفرميشن بتاعهم. اوكي،